ورجعنا لكم مرة تانية ولسه مكملين أخبارنا المحلية، ونروح بقى لبيراميدز اللي حقق فوز غالي جدا على الإسماعيلي امبارح، حيث أبدى هاني السعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز سعادته بالفوز على الإسماعيلي 3-1 في اللقاء المؤجل من الجولة الـ 24 للدوري المصري الممتاز. قال كابتن هاني السعيد: تحدينا الظروف الصعبة اللي تم وضع الفريق فيها بسبب ضيق الوقت وضغط المباريات، وأوضح كمان إن اللاعبين تحدوا هذه الظروف وحققوا انتصار مهم في توقيت صعب من أجل مواصلة مشوار المنافسة بالدوري. وقرر البرتغالي جيمي باتشيكو مدير فني للفريق منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 3 أيام ليستأنف التدريبات السبت المقبل، استعدادا لمواجهة نادي رايا يوم الأربعاء في استاد الدفاع الجوي بدور الـ 32 من منافسات كأس مصر. على الجانب الاخر بقى نروح لنادي الاسماعيلي واللي خسر امس امام نادي بيراميدز 3-1 في بطوله الدوري، حيث طالب حمزه الجمل المدير الفني للفريق لاعبته بغلق ملف المباراه تماما، وبدا كمان في الاستعداد لمباراه في مباراه الزمالك المقبله. المقرر لمباراه الزمالك هتكون يوم السبت الجاي، حيث بيخشى كده كابتن حمزه الجمل تاثر لاعبته بالهزيمه امام بيراميدز والفريق، وكمان خاصه ان الفريق دلوقتي في امس الحاجه لاستعاده ذاكره الانتصارات من اجل انهاء الدوري في مركز جيد بعيدا عن مراكز الصراع على الهبوط. بيستعيد فريق الاسماعيلي جهود باهر المحمدي في مباراه الزمالك بعد انتهاء الايقاف، حيث غاب اللاعب عن مباراه بيراميدز بسبب تراكم البطاقات الصفراء، بينما يغيب لاعب وسط الفريق محمد حسن لتعرضه لطرد امام بيراميدز بعد تدخل قوي على المغربي محمد الشيبي. بيحتل النادي الاسماعيلي مركز ال 14 في جدول مسابقه الدوري برصيد 26 نقطه. من الاسماعيلي نروح لاسوان، واللي فضل الجهاز الفني بقياده كابتن ايمن الرمادي اقامه معسكر مغلق بمدينه الاسماعيليه، بيستمر طبعا حتى موعد مباراته امام الزمالك. المقرر للمباراه دي ان هي هتكون مباراه جوله 28 لبطوله الدوري الممتاز يوم 18 مايو الجاري. وفضل كابتن رمادي اقامه معسكر مغلق بالاسماعيليه لرفع معدلات التركيز لدى اللاعبين والعمل على تجهيز كل عناصر القائمه دفاعيا وهجوميا بعد ظهور الكثير من اللاعبين بشكل مميز في مباراة الدوري الأخيرة، والفوز كمان على المصري والأداء القوي أمام الداخلية بكأس مصر. ومن أسوان نروح لبورسعيد وتحديدا النادي المصري، حيث بيعود اليوم الفريق بقيادة ميمي عبد الرازق لتدريباته اليومية، وده بعد انتهاء الراحة السلبية اللي منحها كابتن عبد الرازق لمدة 24 ساعة بعد الفوز على بترول أسيوط 3-1 في مباراة دور الـ 32 لكأس مصر. بيستعد النادي المصري لمواجهة الداخلية في مباراة اللي هتجمع الفريقين الساعة 7 مساء يوم الاثنين الجاي على استاد برج العرب بالإسكندرية، والمباراة دي ضمن منافسات الجولة الـ 28 من عمر مسابقة الدوري الممتاز. بيحتل النادي المصري المركز الثامن في جدول مسابقة الدوري الممتاز برصيد 36 نقطة. تعالوا كمان نروح لرابطة الأندية المحترفة اللي أعلنت تقديم مباراة حرس الحدود والمقاولين العرب في بطولة الدوري الممتاز اللي كان مقرر ليها يوم الأربعاء اللي جاي في الجولة الـ 28 بالدوري المصري. المباراة هتتقدم يوم واحد. أعلنت رابطة الأندية المحترفة تقديم المباراة من يوم الأربعاء 17 مايو الجاري الساعة 7 مساء ليوم الثلاث 16 مايو الجاري الساعة 5 مساء. تعالوا كمان نروح لنادي سموحه، واللي قرر كابتن احمد سامي المدير الفني للفريق الغاء صرف مكافاه الفوز على فريق الو ايجيبت في دور ال 32 من كاس مصر بسبب سوء الاداء في المباراه اللي انتهت بفوز سموحه بهدفين مقابل هدف. شهدت مباراه كاس مصر تاخر سموحه بهدف في الشوط الاول اللي قدم فيه اللعيبه اداء سيء، عشان كده بقى كابتن احمد سامي بدا الشوط الثاني بثلاث تغييرات دفعه واحده لتعديل النتيجه حتى تمكن من قلب كده تاخر فوز الفريق بهدفين مقابل هدف، وده اللي خلى كابتن احمد سامي غاضب جدا من اللعيبه بعد المباراه، واكد لهم ان الاداء ده كان ممكن يتسبب في خروج الفريق من كاس مصر.
نختتم اخبارنا بقى من فريق طلائع الجيش اللي بيستعد بقياده طبعا مديره الفني كابتن عماد النحاس لمواجهه الشرقيه المقرر ليها الساعه 6 مساء بكره باستاد جهاز الرياضه ضمن منافسات دور ال 32 لبطوله كاس مصر، حيث بيخوض الطلائع مرانه الاخير على ملعبه، ثم بعدها هيعلن كابتن عماد النحاس قائمه المباراه اللي هيدخل بيها معسكر مغلق. يمكن كابتن عماد النحاس بيبذل مجهود كبير جدا لتصحيح اخطاء لعيبته الدفاعيه قبل مواجهه الشرقيه بكاس مصر.